بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. نكمل رحلتنا في تعلم الآر مع بعض. اليوم أنا جايب حاجة ظريفة جدا، أنا شخصيا سعدت جدا اللي أنا لقيتها، وهي إن إحنا ممكن نكتب أوامر سيكوال في الآر. طبعا معظمنا قضى وقت طويل من عمره في التعامل مع الريليشنال داتابيزز وكتب أوامر سيكوال كتير، وتقريبا خدنا على طريق كتابة السيكوال كوماندز او السيكوال ستيتمنتس. فحاجة جميلة جدا ان نلاقي في الار امكانية ان احنا نتعامل مع الداتا سيتس اللي موجودة باستخدام السيكوال ستيتمنتس او السيكوال كوماندز اللي احنا متعودين عليه. الكلام ده بيتم ازاي؟ الموضوع بسيط، عندنا باكج اسمها سيكوال دي اف، السيكوال دي اف او سيكوال داتا فريم، وكأنه يعني يقصد ان انت هتتعامل مع الداتا فريم باستخدام السيكوال كوماندز بتاعتك. هنعمل انستول للباكج دي، وطبعا بطبيعة الحال هنعمل لها لودنج باستخدام اللايبراري كوماند، وبعد كده هتستخدم الفانكشن اسمها سيكوال دي اف، تفتح الاقواس بتاعت السيكوال دي اف فانكشن وتحط الامر او الاستيتمنت بتاعك اللي انت متعود عليه. يعني مثلا هنا سيلكت ستار فروم، وكتب الداتا سيت اللي اسمها ام تي كارز، وبعدين حدد كمان شروط معينه باستخدام الوير واوردر باي وما الى ذلك. في المثال الثاني هتلاقيه عامل جروبنج، فيعني نفس طريقه كتابه السيكوال ستيتمنتس اللي احنا متعودين عليها هنقدر نكتبها هنا في الار باستخدام السيكوال دي اف باكج. خلينا نروح على الار ستوديو كده ونجرب مثال او اتنين عشان بس نتاكد بنفسنا ان الكلام ده موجود بالفعل في الار. احنا هنا هو في الار ستوديو، وعندي داتا سيت اللي اشتغلت عليها الفيديو اللي فات اللي هي بتاعت الليدرشيب، اللي فيها بيانات المانجرز، وواضح كده يعني ان هي بسيطة خالص، عبارة عن 5 صفوف وتقريبا 10 variables او 10 اعمدة. خلينا اولا طبعا احنا محتاجين نعمل انستول للباكج اللي اسمها سيكوال دي اف، واحنا عملية الانستوليشن بتاعت الباكج دي عملناها قبل كده. هحتاج دلوقتي ان انا هعمل library واكتب اسم الباكج اللي هي سيكوال دي اف، فكده انا عملت لها loading، وطبعا مفهوم ان انا عملت لها loading يبقى اقدر دلوقتي استخدم الفانكشنز اللي موجودة فيها. فلو انا عندي داتا سيت جديدة هقول والله ادي نيو داتا، وهستخدم الفانكشن اللي اسمها سيكوال دي اف، وافتح الاقواس واكتب السيلكت ستيتمنت بتاعتي. خلينا اكتب واحدة سيمبل كده، اقول select star from leadership اللي هي الداتا سيت بتاعتي. وخلي بالك تشوف انا كاني بتعامل دلوقتي مع داتا سيت على انها تيبل عادي في الريليشنال داتابيز زي ما احنا متعودين. وخلينا اقول الشرط ان يكون الجندر ايكوال ام، اند خلينا اقول ان كمان يكون الايج اكبر من مثلا سن 35، ونقفل الدبل كوتيشن اللي فتحناها ونقول له عاوزين نشوف كده الناتج اخباره ايه. ادي النيو داتا، هنلاقي بالفعل رجع لي صف واحد اللي هو ينطبق عليه الشرطين، ميل، وفي نفس الوقت الايدج بتاعه اكبر من 35. فده مثال على السيمبل سيلكت ستيتمنت. خلينا نعمل واحده مثلا فيها جروبنج عشان نطمن ان يعني كل الفيتشرز بتاعت السيكوال موجوده. فلو انا اعدت نفس الكوماند تاني قلت له نيو داتا، ورحت فاتح الفانكشن اللي اسمها سيكوال دي اف، وبدات اكتب السيكوال ستيتمنت بتاعتي هنا في الداخل، فانا هقول له مثلا سيلكت، خلينا اجيب مثلا عدد المانجرز اللي موجودين في كل كانتري من الكانتريز اللي موجوده. فانا هقول له سيلكت الكانتري والكاونت بتاع مثلا ستار فروم الجدول او الداتا سيت اللي اسمها ليدرشيب. اوكي، الكلام ده جروب باي العمود اللي اسمه كانتري، وممكن كمان احط شرط بالهافنج لو حابب، بس يعني انا مش عاوز اصعب الامور، عاوز اشوف النتيجه ونحس بفعلا ان الكلام ده شغال. اوكي، ادي نيو داتا نعرضها بعد ما نفذنا الامر ونشوف النتيجه اللي فيها. اهو بالفعل جاب لي كل كانتري، اليو كي قال لي عدد الناس اللي فيها 3، اليو اس عدد الناس اللي فيها 2. يبقى اذا خلاص احنا كده اطمننا ان نقدر نكتب سيكوال ستيتمنتس في الار باستخدام السيكوال دي اف
باكج. شكرا لوقتكم.